يوسف كريمو اليوم نقولوا الشوط الاول من المباراه انتهينا بالقنيطره، باقي الشوط بالقنيطره، باقي الشوط الثاني في مراكش. اليوم خسرتوا بجوج لزيرو، ولكن اللي تبع المباراه تيقول ان الكوكب مراكش ما كانش عليه يخسر في هذه المباراه. كنشكر السي صابر دائما على المتابعه ديالو لهذه المباريات ديال كاس العرش ولا البطوله. وكما قلتي الشوط الاول هو اللي دوزنا في مدينه القنيطره، صحيح خسرنا بجوج لصفر ولكن النتيجه ما كتعكس المستوى اللي قدمنا. دونك هنا في وسط قنيطره سيطرنا على اللعيب، خلقنا محاولات كثيره باش نسجلوا، كان الحارس موفق ديالهم في هذا الاسبوع. عرفنا دابا نقاط القوه ونقاط الضعف، لان حتى الاهداف اللي تسجلنا ماشي شي اهداف ديال شي تنشيط هجومي كان حاضر ولا دونك كانت كان كورنير وكان خطا في الدفاع، ولكن هادشي كيوقع، كلنا الاخطاء راه وارده، هادشي باش كيتسجل الاهداف كره القدم. الا كان الانسان مركز دونك كتستغل واحد الخطا هو اللي تقدر تسجل فيه، ولكن هذا ما كيعنيش اننا في مباراه العوده راه غادي نعوضوا ان شاء الله هاد جوج الفرق، هاد الفرق ديال جوج اهداف غادي نعوضوه وغادي نحاول ان شاء الله ندوز المباراه النهائيه ديال كاس العرش. اليوم شفتي الجمهور القنيطري كان حماسي واظهر الفريق ديالهم، رساله تقدر تقول للجمهور المراكشي باش انه يأظهركم ويحمس الوليدات والشباب اللي عندكم؟ فعلا كان الجمهور حاضر، لان مدينه القنيطره معروفه بكره القدم داخل القاعه، دونك جا الجمهور ساند الفريق ديالو واخا ساندهم، دونك حتى حنايا ساندنا، كيعجبنا ذاك الجو اللي كيكون تاع الجمهور، دونك حتى هما تفاعلوا معنا وعجبوهم طريقه اللعب ديالنا، واحد الوقيته بداو كيشجعونا. حنا كنعاودوا نجدوا الجمهور ديالنا كما ساندنا في مباراه الربع الاسبوع الماضي، دونك نتمناو يساندنا في هذا الاسبوع المقبل ان شاء الله ضد المدينه العليا في مدينه مراكش يوم السبت المقبل، يجي يساندنا باش ان شاء الله نتاهلوا المباراه النهائيه ونشرفوا مدينه مراكش في هذه المنافسه ديال كاس العرش. رضا الخياري حارس مرمى فريق المدينه العليا القنيطري، اليوم كنت رجل مقابله بامتياز بشهاده الجميع، فالفريق ديالكم الان الشوط الاول نقولوا من المباراه انتصرتوا بجوج صفر، باقي الشوط الثاني في مراكش، كيفاش شفتي المباراه اليوم وكيف تشوف المباراه ديال العوده؟ مباراه العوده غتكون ان شاء الله مباراه قويه، رغم واخا ربحنا بجوج زيرو صاني ما مشرفناش حنايا، ضروري خصنا نمشيو تما ونلعبوا ان شاء الله على المقابله ونحاولوا نحرقوا الانتصار تما. اليوم قدمتي مستوى كبير بفضل الله، لانه بشهاده الجميع، بشهاده الجميع وبشهاده الجمهور والاستاذ ديالي تبارك الله عليه سي صلاح الدين حميد، مدرب غني عن التعريف. وكيفاش شفتي المستوى ديال فريق الكوكب مراكش؟ المستوى ديال فريق الكوكب مراكش خصو يلعب في بخوميير سير صراحه، والله بدون استثناء خصو يلعب على الصعود هذا العام، لما لعبش على الصعود هذا العام حد اوفر باقي المواسم.